6 فيفري 2013 نتفكر نهارتها خرجت كلوي من الكلاس ودوبا ما خلطت البيبلي سي هزيت التليفون وحليت الفيسبوك ولقيت الدنيا مثل بعضها ونقرا لاول مره اغتيال سياسي بالكرتوش. نتفكر اول حاجه قلتها لصاحبي اللي خرج معايا كلوي ان البلاد باش تاكل بعضها. شكري بالعيد هو اول ضحيه اغتيال سياسي بعد الثوره. هو بيدو احكيه قبل بيامات في التلفزيون وقال ردوا بالكم راه فما اطراف كل ما تتحصر وتتحط في كوان كل ما يمشي للعمر. بعد بخمسة شهر يصير اغتيال ثاني يمشي ضحيته محمد البراهمي اللي تقتل قدام دار. صدمه لينا نحن الكل وحسينا وقتها وانه البلاد باش تدخل في دوامه نتاع اغتيالات وتصفيات جسديه. اما نحب نقول لكم انه الجرائم هذوما راهو جاي بعد برشا تراكم تاع عنف مادي ولفظي واليوم تعديو 8 سنين على الاغتيالات هذيا. وعلى ذاك برا جيب شربك واجا اركش خلي نفركوا الرمان. الثورة حلت البيبان للناس الكل باش يدخلوا في السياسة ويأثروا فيها وكلنا نتفكروا البوم في عدد الأحزاب والجمعيات وتونس ولات تيران تاع حرية مطلقة من نقيض للنقيض. أما أخطرهم يمكن كانوا الطيارات السلفية الجهادية اللي ما كانش عندهم مشكلة باش يكفروا الناس ولا يتحالفوا فيهم وحتى بالسلاح. كيف ما قلت لكم فانه الاغتيالات ما تنجم تكون كنتيجه نتاع خطاب العنف والكراهيه. خلينا نرجع بكم الاول اعوام بعد الثوره كان فما برشا عنف في التلافز والشارع. وقتها انصار الشريعه كانوا ناشطين بالقدا وانا شخصيا نتفكر المؤتمر الكبير اللي عملوه في القروان. التاريخ العصيب الذي تمر به امتنا لا تحتمل الا الدعوه بالحسنى. واكثر من هذا وقتها كيفاش كانوا يستقبلوا في الناس ويروجوا للعنف. اما بالرغم من هذا كانوا محميين من حركه النهضه اللي ربحت الانتخابات واللي هي كانت حزب اسلامي. غير هذا كان فما عنف بوليسي كيف اللي صار في 27 نوفمبر 2012 وقت الحاكم ضرب بالرش متظاهرين هبطوا يحتجوا ويطالبوا بالتشغيل والتنميه في سليان. ونتفكروا وقت علي العريض كان وزير للداخليه وقتها اكثر من 200 عبد ضروا وتجرحوا. وقبلها نهار 28 مارس 2012 وزير الداخليه يمنع اي تجمع ولا تجمهر في شارع الحبيب بورقيبه. اما نهار 9 ابريل برشا ناس هبطت لشارع الحبيب بورقيبه باش تتظاهر نهار عيد الشهداء. اما صارت مواجهات كبيره بين البوليسيين والمظاهرين وفما حتى كلام على انه ميليشيات من النهضه هبطت ضربت المظاهرين هذوما. برشا ناس استغلت الحريه ذي ولا خلي نقولوا الفوضى بعد ما هرب بن علي وبدات تسيف العنف وتنشر في الكراهيه. وقتها حتى شيء متجرم، انصار الشريعه ينشطوا ويجندوا في الشباب باش يمشيوا يحاربوا في سوريا وليبيا وحكايه تطبيق الشريعه وصلت حتى للمجلس التاسيسي. وقتها بدا الخوف وانه حركه النهضه تحالفت مع انصار الشريعه اللي يقود فيها سيف الله بن حسين المعروف بابو عياض واللي شجع الجهاد وهزان سلاح ضد اعداء الدين. وفما حتى قيادات من النهضة وقتها كيف الصادق شورو والحبيب اللوز اللي مشاو المؤتمر اللي قلت لكم عليه واللي كان عبارة على استعراض عضلي. البلاد بدات تغلي وأنصار الشريعة بداو يلقاو في بلاصتهم غير لا يتحاسبوا لا يتوقفوا لحتى شيء. وهذا اللي خليهم يوصلوا انهم يجمعوا السفارة الأمريكية نهار 14 سبتمبر 2012 بعد ما خرج فيلم مسيء للرسول. تمشيش تقول بعد الحادثة ذي تم تصنيف أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي ولا حاجة؟ لا أبدا خليوه. عام 2016 ما كانش عام سهل على التوانسة الكل. لأول مرة بعد الاستقلال يصير زوز اغتيالات سياسية في نفس العام. نهار 6 فيفري التوانسة يفيق على حس كرتوش صباح في المزاسيس. الإذاعات عديوا الخبر بتحفظ وأن المحامي والقيادي في حزب الوطن شكري بالعيد تقتل بالكرتوش. قلبت الدنيا وكلت بعضها وكانت حركة النهضة أول متهم. برشا ناس خرجوا في دفينة شكري بالعيد وطلبوا انه حركة النهضة تتحاسب. دوسي اغتيال شكري بالعيد ما تسكرش حتى كشي لتوا. وقت اللي المحامين ورفاق بالعيد كانوا يلموا في بعضهم باش يحاسبوا حركة النهضة وتقتل محمد البراهمي بنفس الطريقة نهار 25 جويلية يعني نهار عيد الجمهورية. وبعدها بشهر تتصنف انصار الشريعة كتنظيم ارهابي ويتجبدوا في اعمال ارهابية صارت في تونس. وقتها بدا التحقيق في الاغتيالات والقضاء بدا يخدم وتكونت هيئة للدفاع عن الشهيدين. قضية الاغتيالات جبدت زوز متهمين رئيسيين اللي نفذوا العمليات. لول هو كامل قذقاذي اللي قتل شكري بالعيد واللي هو بيدو تقتل في مواجهات مع مكافحة الإرهاب عام 2014 في رواد. والثاني هو أبو بكر الحكيم اللي قتل محمد البراهمي وبعد هرب لسوريا وين تقتل غاديكا بغارة جوية عام 2016. يخي يقول قايل هاو سيئ معروفين اللي قتلوهم هاو ماتوا. ولهنين قل لك وإنه اللي صار راهو اغتيال سياسي يعني أكبر من جوست اللي نفذ العملية. وبخلاف اللي نفذوا فما الناس اللي أعطت الأوامر.
أكبر مثال نجم نعطيه لكم هو اغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان عام 2005. بعد الاغتيال بمدة قصيرة خرج واحد اسمه أحمد أبو عدس. سيد هذا يقول إنه من تنظيم جامعة النصرة والجهاد في بلاد الشام، وحكي على أساس هو اللي قتل الحريري. أما بعد تقريب 15 سنة من الاغتيال المحكمة الدولية جبت برشا أسامي ومنهم مسؤولين سياسيين. إجا نرجع بيك لتونس، ومن حقك تسأل علاش لتو ما تسكرتش قضية الاغتيالات. أولا كيف ما قلت لك فإنه الاغتيال السياسي أكبر من اللي نفذه. في 2013 النيابة العمومية اللي كان رئيسها المباشر هو وزير العدل النهضاوي نور الدين البحيري فتت الملفات في برشا محاكم، واللي وكاينهم قطايع نتاع بوزل مفركة. ولهنا من حقك إنك تلزلي وتقولي هي ما هو لم القطايع نتاع البوزل وركبها على روحك. ولهنا نقول لك يا صديقي وإن القضاء في تونس فندام في الظلام، ما عندك حتى طريقة باش تعرف ولا تلم بها المعلومات. وزيد نمشي معاك ونعطيك مثال اللي باز باش يصدمك. في 2018 صارت بوليميك وقت اللي امنيين حاصروا محكمة بن عروس وعملوا ضغط على القاضي باش يخرج زميلهم المتهم في تعذيب موقوف. الحكاية لهنا تظهر عادية، اما اقرب خليني نقول لك معلومه. المحامين في هيئه الدفاع كي جاوا يلوجوا ويبربشوا على الحكايه يلقوا انه الموقوف اللي صارت عليه الفوف على الكل هو اللي خبى سلاح تقتل بيه محمد البراهمي وطيشه في البحر. والفازه اللي باش تصدمك وانه المحامين حتىكش اللحظه ذيك ما كانوش في بالهم بالحكايه جمله. نجم تفهم تو قداش البوزل صعيب باش تركبها. بعد 8 سنين من الاغتيالات يمكن اهم معطى هو اللي خرجته هيئه الدفاع في ندوه صحفيه. نهار 2 اكتوبر 2018 تخرج هيئه الدفاع وتقول وانه النهضه عندها جهاز سري وعنده علاقه بالاغتيالات. وحسب ما قالت الهيئه فانه الدليل متاعها هي الغرفه السوداء اللي موجوده في وزاره الداخليه، بيت محطوطين فيها برشا وثائق ما خلطوش جمله للقضاء ومخبين غاديك. خرجت وزاره الداخليه وقال صليوا على النبي ما عندي حتى غرفه راه. النيابه العموميه شدت في البحث كيف كيف. تقعد الوزاره تنكر شهر تقريبا انه فما غرفه سوداء، لين قاضي تحقيق في اغتيال البراهمي يهز روحه ويهبط للداخليه ولقى البيت هذيا فيها برشا كراز الوراق وهزهم. هالغرفه السوداء هي بيت مسكره من 19 ديسمبر 2019، نفس النهار اللي تشد فيه مصطفى خضر. حسب هيئه الدفاع فانه السيد هذا هو الرابط بين عمليه الاغتيال ومنافذين وحركه النهضه، وهذا بعد ما توجهت له التهمه رسميا في قضيه اغتيال محمد البراهمي في 2019. اما خلينا نحكي لكم عليه ونرجع بكم شويه في الوقت. مصطفى خضر توقف على خاطر يلقاو عنده برشا وثائق من وزارة الداخلية وتحكم عليه بثمانية سنين حبس. نفس السيد هو اللي اعطاته حركة النهضة مهمة تأمين مؤتمرها في 2012، وقبلها تشد عام 91 في قضية بريكة الساحل اللي كانت محاولة انقلاب مجموعة من الجيش على بن علي في الوقت هذاك. حسب ما تقول الهيئة فإنه جزء كبير من الوثائق اللي تشدوا عند مصطفى خضر كانوا موجودين في الغرفة السوداء، فيهم اللي يحكي على فنون القتال ويحكي وزيد على الجهاز اللي كان تحت السيد هذايا كان يتبع في التحركات بتاع الشهيدين وحتى تليفوناتهم، مش يتبعوا فيهم هما بركة أما غيرهم السياسيين والإعلاميين والناشطين. نمشي بكم لما أبعد، مصطفى خضر في استنطاقه من قاضي تحقيق قال اللي هو كان يجاوب على الميل متاع علي العريض وقت اللي كان وزير للداخلية، وكان ديما أون كونتاكت بريزال باروني اللي ليه بشؤون الإدارية والمالية لحركة النهضة ويلمله في المعطيات ويعطيهم له. ظهر لي ما فماش أكثر من العلاقة ذي بين مصطفى خضر وقيادات من حركة النهضة. في وقتها يعني في 2018 هالمعطيات الجديدة والريفيلاسيون هذه زلزلوا الساحة السياسية. من النهضة اللي نفات كل شيء وقالت وإنه الجبهة الشعبية تحب تخدم دماء شهداء على خاطر ما ربحتش في الانتخابات. الرئيس الجمهورية البيجي قايد السبسي اللي دخل على الخط وعيط لهيئة الدفاع عن الشهيدين وجبد الموضوع في مجلس الأمن القومي. 8 سنين والقضية مازالت محلولة وما تسكرتش وتعطلت. فما أطراف حاولت تتدخل وتسكر ملفات وتخبي أدلة. الاغتيالات هما نتيجة متاع عنف كبير قبل كل شيء وممكن تهز الثنية خايبة برشا. وفما حتى اغتيالات بدلت العالم كيف اغتيال ولي عهد النمسا عام 1914. وقتها الدول في أوروبا كانت تتقانس في بعضها والاغتيال هذية هو القطرة اللي فيضت الكاس، ولقينا رواحنا في زوز حروبات عالمية قتلوا ملايين العباد وخلقوا النظام العالمي اللي عايشين فيه نحنا تو. في أمريكا عام 63 تقتل الرئيس كينيدي في كرهبته وتعديت في التلفزة لايف، وبعده عام 68 تقتل مارتن لوثر كينج اللي كان رمز النضال للحقوق المدنية وضد التمييز العنصري. نحن في تونس الاغتيالات اللي صارت عام 2016 ما كانتش أول اغتيالات سياسية. نرجع بيكم لعام 52، وقتها منظمة سرية فرنسوية اسمها اليد الحمراء قتلت السياسي والنقابي فرحات حشيد اللي أسس الاتحاد العام التونسي للشعب. في 61 تقتل صالح بن يوسف في ظروف غامضة برشا. بن يوسف كان قيادي وقتها في الحركة الوطنية وكان هو وبورقيبة راسين في شاشية. أما بعد تعاركوا وبن يوسف هز روحه ومشى لمصر، والمتهم في
اغتياله وهو بورقيبة وجماعته. فما برشا عباد وخاصة سياسيين استهتروا بالعنف اللي مارسوا فيه قدام التوانسة يا إما في البرلمان ولا حتى في التلفاز. كيف ما شفنا فإنه الاغتيالات تبدأ بذرة متاع عنف تتزرع وتبدأ تكبر بشوية بشوية. التحريض والكراهية والتقسيم ما يخلطوا كان البلايص خايبة ما نحبوش بلادنا تدخلوا لهم. على ذلك إن شاء الله السياسيين متاعنا يهديهم ربي ويرزنوا ويعرفوا اللي هما عندهم مسؤولية كبيرة باش ما نعاودوش نفس الأغلاط. لكن خاصة ما نجموش نمشيو المستقبل مخير قبل ما نكشفوا حقيقة الاغتيالات ونحاسبوا المتورطين فيها. هذه كانت تركينتنا لليوم، إن شاء الله نكونوا فسرنا قضية الاغتيالات وقديش هي خطيرة وقديش مهم إن نكشفوا الحقيقة. ما تنساش باش تعمل جيم، تحط كومنتير ورايك في الموضوع وتعمل أبوني وهاو الانستغرام متاعي والانستغرام تاع نهويد، وانا نشوفكم في الحلقة الجاية. باي باي.